FM. الكلمة ليك. في كاب موند باش نحكيو سفيان اكيد على حوار رئيس الحكومه الفنيش المستقيل المحتجز المتخبي الراكش البعيد اللي فهم شنو الصفه نجم نقولها. وطبعا نحكيو على رئيس الحكومه اللبناني سعد الحريري، واللي البارح قام بحوار في القناه نتاعو الفيوتشر تي في، تقريبا نقلتها عديد القنوات على مستوى المباشر مع الاعلاميه باولا يعقوبيان. اهم ما قاله الحريري البارح: لم تتدخل السعوديه بشان اللبناني منذ اصبحت رئيسا للحكومه الا بالخير، وكلنا نعرف حجم المساعدات التي قدمتها المملكه الى لبنان، فماذا قدم لنا غيرهم. قول سعد الحريري: الصدمة الإيجابية، بطبيعة يحكي على استقالته، التي أحدثتها بكتاب استقالتي هي دفاع عن اللبنانيين، فأنا مسؤول عن اللبنانيين في لبنان والخليج وفي أوروبا، سأعود إلى لبنان لأقدم استقالتي، وإذا قررت التراجع عن الاستقالة سيتوجب على الأفرقاء جميعا احترام النائية بالنفس. ذهابي إلى الإمارات بطائرة ملكية سعودية هو مسألة عادية، وهي ليست المرة الأولى التي أسافر بها على متن طائرة سعودية، حيث أعتبر نفسي وكأني في بيتي. منذ وصولي إلى السعودية، ديما نحكي على لسان سعد الحريري في حوار البارح على قناة فيوتشر تي في، منذ وصولي إلى السعودية أنا موجود في منزلي وليس بأي مكان آخر، لازمت صمت حتى أعطي الوقت الكافي لاستيعاب الموقف وليفكر الناس ماليا في الاستقالة وتداعياتها. توجهت إلى الإمارات لأشرح الموقف للشيخ محمد بن زايد الذي تفهم خطوتي بشكل كبير، وقد كان اللقاء أخويا ومميزا. يقول زاد سعد الحريري: علاقتي مع ولي العهد محمد بن سلمان أحسد عليها، وهي كانت وما تزال ممتازة، فأنا وولي العهد السعودي بطبيعة في نجم نقوله في علاقة متميزة. ما يحصل في المملكة، يقول سعد الحريري، من اعتقالات هي شأن داخلي لا علاقة له بي، لا من قريب ولا من بعيد، وحصولها يوم استقالتي هي بمحض الصدفة. أي حديث عن أنني شاهد في ملفات الفساد هو مجرد كلام عاري عن الصحة، والمملكة العربية السعودية قادرة على مكافحة الفساد بفضل نظامها القضائي العادل، وهو ما أتمنى حصوله في لبنان. سعد الحريري تحدث من السعودية، والغريب أنه رجل رئيس وزراء كمان في لبنان اللي عندهم رئاسات ثلاثة، كان هذا من نظام 1943 نتاع الميثاق الوطني أو نظام الطائف 1990 الطائف 21 أو فندقون، وهو رئيس وعيتوله دولة الرئيس، ويتحدث للمرة الثانية من السعودية. وثم أطراف منهم حزب الله وحسن نصرالله يقولوا وأنه محتجز في السعودية، وثم معلومات تتأكد وأنه سعد الحريري لما هبط إلى السعودية نهار 3 نوفمبر لم يستقبل استقبال رؤساء الحكومات، بل كان هناك فتور وكانت برودة، وثم يقولوا حتى الهاتف الجوال متاعه نحوه له وحاجات كما هكا، معلومات يعني قاعدين يقولوا فيها الأطراف الإيرانية والروس وروسيا اليوم وغيره، في حين هو ينفي هذا. لكن الأكيد جدا وأنه هو قبل المدة زار السعودية وتقابل مع ولي العهد وقابل عديد أعضاء المخابرات، ورجع إلى بيروت مبتسما وقال السعودية وعدتنا باش تعاون الجيش اللبناني. لكن حسب معلومات متداولة في الأوساط الصحفية واللي عندها معلومات معناها شبه متأكدة تقول وأنه حبوه يأخذ موقف أكثر حزم مع حزب الله، لأنه السعودية شفنا مثال سعد الحريري بارح يقول إيران دمرت اليمن، أي والسعودية شامت في اليمن، يعني حرب. أنا ضد مزوز، ضد الزوز دول هذه، ضد الشيعة وضد السنة اللي تعاركوا. أنا مسلم، أنا نجي مع الشيعة أنا نجي مع السنة، أنا نجي مع الإسلام ومع القضايا العادلة، وإذا كان حاكم مسلم جائر تنجم تتمرد عليه وتنقده وغيره. والجيش السعودي وحل، والمعركة في السعودية يبدو أنها معركة فلوس، واليمن أجوفنون تريكوتو، اليمن وحل فيها عبد الناصر، وحل فيها عبد الناصر في ثورة السلال وصار ما صار، وهزيمة 67 مرتبطة إلى حد كبير بتدخل عبد الناصر غالي، واليمن ولا أنفريتابل قفر وفيها نوع من التوازن الكارثي، والحوثي يخف الأسهم عند إيران، وعلي عبد الله صالح يخف عند السعوديين وغيره وجماعة الأخرين اللي معه. دونك اليوم قالوا الجزائري عزم على المراكزي، بلك الطائرات السعودية ترمي في الورود في اليمن،
شعب فيه ملايين مئات الالاف ساعة بالكوليرا وملايين من المشردين، واليمن السعيد وما ادراك محطم ومدمر. هو الحرب في السعودية ديجا بين الملوك هي قضية فلوس وقضية اموال لتمويل الحرب غاديكا، لكن سعد الحريري على ما يبدو غضبوا عليه السعوديين حسب بعض المعلومات لانه ما اتخذش الموقف كما ينبغي في لبنان، لانه يلزمك تعرف اليوم العراق وسوريا ولبنان واليمن موجودة فيها إيران، وإيران أصبحت دولة متوسطية لأن الإيرانيين هو السيستاني القائد الأعلى في 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 في, في, في العراق، ما هو إيراني هو مش حتى عربي. في الأربعة الملالي الكبار اللي عنده واحد مالك عربي إيراني هو السيستاني، والسيستاني مسيطر على السلطة، سلطة عبادي وسلطة الجماعة، وثم امتداد جغرافي من العراق لسوريا. ووقت بدأت المعارك بعد معركة القصير في جوان 2013 ودخل فيها حزب الله وقلب موازين قواه، ثم جات من بعد فيارق، جات فرقة النجباء نتاع شو اسمه ذاك اللي قلبوها قتلوا صدام طفل مقتدى الصدر، وجات فرقة لواء زينب جابوه من باكستان وجابوه حتى من أفغانستان، وجاو الحرس الثوري الإيراني، وجاو مجموعات يعني بالتدخل العسكري عندهم امتداد جغرافي، وصلت وانها إيران عندها منفذ للبحر المتوسط. لكن تقول لي انت هما كما هذا كي الاخر واحد يحب يسيطر من اجل قومية فارسية، لانه الشيعة التشيع الايراني ما هو الا شكل من اشكال القومية الفارسية الصفوية، والاخر يحب يسيطر لتأبيد سلطة آل سعود وهم متحالفين مع اسرائيل وغيرهم، والصراعات فيما بينهم كبيرة، وبالتالي حتى واحد ولهذا يقدم في نفسه على اساس انه هو الملائكة والاخر هو الشيطان. اليوم سعد الحريري قرحوا في هذه العملية، وايران عندهم تعرف معناها عندهم صبر صانع السجاد. يعني السجاد متاعهم لو تابي بيرسون يوصل المنيول 500 الف عقده في المتر المربع. يعني ناس وشفت عمليه الدبلوماسيه وعمليه ما يسمى بالاسلحه النوويه متاعهم كيفاش قاعد هم الامريكان 12 سنه وهم بين الاخوان يعرفوا يفاوضوا وكذلك قويين في حرب المواقع. عندهم لبنان موجودين فيها وحليفهم الأساسي حزب الله وكذلك حركة أمل، علما وأنه إيران إلى حد القرن السادس عشر كانت دولة سنية وكانت عاصمتها هي شو اسمها، ما كانتش طهران هي العاصمة، ثاني بلاد تنقل لك اسمها في إيران، لكن اللي ردوا الإيرانيين شيعة هم اللبنانيين، الحوزة اللبنانية كويس. زاد على ذلك عندهم تواجد في العراق، عندهم تواجد في سوريا، عندهم تواجد في اليمن، عندهم صراع مع السعودية، عندهم صراع مع تركيا، عندهم صراع مع الأمريكان، مستعملين الجزر من الإمارات. فوالا دونك الإيرانيين ما همش سهلين، بلاد فيها 80 مليون ساكن، وبلاد يحكمون فيها الملالي توا أكثر من 30 سنة من عام 79 الآن تقريبا 40 سنة، وبلاد معناها كذلك فيها قوة ضاربة عسكرية وقوة ضاربة اقتصادية، فهمتني؟ يعني اليوم كي تشوف والسعودية من جهتها عندها حلفاء في دول الخليج، لكن دول الخليج كل مش ماشية معاه. أولا قطر مش ماشية معاه، ثانيا الكويت ماخذة موقف محايد، ثالثا عمان موقفها ما تعرف هما نفسهم الإباضية، يعني فيهم شكل من أشكال الشيعية، يعني معادين للحلفاء نتاع السعودية، وبالتالي صراع. قال المعلي هذا من قوس الدق واخر باذن النصيح كل يعز جدا هي تشعري مو صحيح، يعني اثنين قاعدين يتعاركوا ولعبه مصالح ولعبه الدول، واسرائيل هي اللي تجني في ثمار هذا كل، لانه بن غوريون طلع واللي قراوا العلوم السياسيه يعرفوا طلع بنظريه لا ديبلوماسي دو لوفير، قال العرب باش ما يمسوناش واحنا خدينا لهم القدس يلزم لهم حروب، والحروب مع اعداء خارجيين، والاعداء الخارجيين تقليديين وهما اساسا تركيا وايران واثيوبيا، وعليك تلقى لاثيوبيا وحكايه النيل الابيض والنيل الازرق والسد الكبير وغيره موجوده، وتركيا والنزعه نتاعها نتاع العثمانيه الجديده، وايران وكذلك نزعتها بالنسبه لدول الخليج وغيره. زاد على ذلك معطى جيوبوليتيكي مهم، ما عدا كركوك والموصل اللي هي معناها منطقه تركمانستانيه وفيها اكراد وفيها كذا وفيها كذلك الاشوريين واليزيديين والايزيديين وغيره، كافه مناطق الشرق الاوسط وين موجود نفط هي شيعيه بما فيها السعوديه، منطقه الظهران هي منطقه شيعيه، يعني هم السعوديين شيعه، دونك ثم معطيات كبيره متداخله في المساله. اليوم سعد الحريري قرحوا في هذا الكل، والسعوديين الجوج كو سي با ان هوم ا لوتور، و سيد حسن نصر الله عنده قوه ضاربه. عام 2008 دخلت صراعات، انا اتذكر كنت مع شباب كنا ندرسوا في جامعه في دوبلان في 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 في, 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 في سميلي
ايرلندا ونتفرج في الاخبار لقينا. قلت لهم انا لو ست ساعات يشدها، لان انا نعرف روبرت فيسكو، نعرف في بيروت نقابله بين صغير، وكنت نقابله قبل حتى مع ادوارد سعيد ومحمود درويش. حسب الله شد بيروت في 8 ساعات، حريري حاصروا حتى في دارو. شو اسمه نتاع دروز هذاك وليد جملات ولد كمال المرحوم الشهيد العظيم، حصلوه بالدروز ما خلوش يخرج من الفيراندا نتاعو، فهمني، خلوه بلاش بلوزون، قال لهم اعطيني بلوزون ذاك الانترفيو نتاعو في الفيراندا. اي يعني باش يوريك لابس وقت بلوزون منقوبه كان تتذكر، ما لقاش حتى باش يلبس حوايجه. يعني قوه ضاربه رهيبه كبيره قويه، عندها تواجد في البقاع، عندها تواجد في الجنوب، عندها تواجد في الضاحيه. حبوا آل الحريري مولوا جماعة جند الإسلام وغيره، ما نجحوش، وحاولوا في طرابلس يمولوهم، ومن بعد هما نفسهم كانت تمنون فيهم بهي الحريري داروا عليها وعلى البنك اللي كان يأخذوا منه فلوس، ومن بعد قالوا لا خوه بهاء، حبوا نعملوا انقلاب على آل الحريري ونحطوا بهاء عوض خوه هذا. آل الحريري ما مشاوش في في العملية، علما أنه آل الحريري من سنة صيدا معناها على الساحل اللبناني، وبالتالي المسألة مشاركة ياسر. السعوديين الآن هم في حرب رهيبة، والسعودية تعرف عديد البلدان انتهت بالحروب. الجزائر هي اللي قضت على الإمبراطورية الفرنسوية، وفيتنام وديان بيان فو. أنا صغير في تونس عملوا طاجين اسمه طاجين ديان بيان فو. البريطانيين المعارك في الهند قضت على الإمبراطورية. الأمريكان من اللي دخلوا العراق ودخلوا الأفغانستان بدأ التراجع نتاعهم وطلعوا واحد مهبول كومبليتومون كيما هذا ترامب. السعودية عبد الناصر وما أدراك، والقوة بتاعه الضاربة وضباط الأحرار وحل في اليمن، فهمتني؟ يعني لما تدخل البلد أجنبي وتدخل بجيش وفي بالك باش تكون ظافر، تدور عليك موازين القوى، ومن بعد تولي مشكلتك داخليه في الخطوط الخلفيه نتاعك. دونك اليوم السعوديه تلعب في الكوارت بتاعها الكل باش تجند اما بيدقها او حلفائها في المنطقه ضد ايران، وايران كذلك تجيش تجمعتها، والحريري ما هو الا بيدق فوق رقعه شطرنج كبرى تحركها الايادي السعوديه، كما ثم بيدق اخرى تحركها الايادي نتاع الملالي ونتاع شيعه ايران. خلينا مع السعوديه سفيان ونحكيو على العائله الحاكمه تو كما يقول الملك سلمان وولي العهد ولده محمد بن سلمان. عادة في العرف الدبلوماسي حتى لو كان دولة تحب تفرض قرارها على دولة أخرى عن طريق واحد من مسؤوليها، يكون الأمور في السرية، تكون أمور في المعقولة، ضغط اقتصادي، وعود متاع منحة متاع هيبة، لكن هذا نجيب رئيس دولة ونحطه معتها محتجز، واضح اللي محتجز البارح الشك وجهه اصفر مخلخل شرب قديش من كاس ماء صوته ما فماش البارح. هو ساعد ديجا كان تاخذه انا كنت دقيقه برك نكملك سفيان، معناتها معناتها في معناتها في ظاهر تعب، وفي المقابل العائله المالكه هذه حلت معناتها عديد الجبهات على روحها، جبهه داخليه مع امراء، جبهه مع قطر محلوله من الصيفة، جبهه حربيه على اليمن، هذا كله هل وين باش تهز العائله، وين الملك وين باش يمشي هو وولده في الحرب هذه المتعدده الجبهات. انا ماذا بيا نبدا بالنقطه الثانويه اللي هي نقطه سعد الحريري. سعد الحريري ابن الشهيد رفيق الحريري، والشهيد رفيق الحريري كان انسان عنده سلطه وعنده جاه وعنده حضور، ما كانش مثقف ياسر اكيد، لكن كان انسان كذلك عنده علاقات. انا شخصيا مشيت حتى لدارو لقيتهم، واستقبلنا غاديكا مع مجموعه من الصحفيين وقت جمعيه الصحافه الفرنكوفونيه، مشينا غاديكا مع جورج غرو وجماعه، وكي وشفت الراجل وشفناه وقت فتحي الهويدي كان سفير في بيروت وشفته وغيره. الراجل عنده حضور في لبنان، ثم ظاهره هذه موجوده حتى في تونس، دار تخلف المال ولاد عظماء يطلعوا مخنين وحالته حليله وتعب، فهمتني؟ يعني تشوف انت كمال جنبلات وما ادراك، كمال جنبلات وما ادراك اللي كان الحركه الوطنيه كلها اختزلها اللبنانيه، واللي كان معناها صديق الشيعه كما كان صديق السنه وغيره، ودرزي فيلسوف واشتراكي، وطويل تشوفه كما دوغول لما اضعف هو، وخليت له انا كتابه بور لو ليبان وغيره، جاب وليد اللي هو سي بتان بوتي شيف دو غار، شو نريان وليد قدام كمال، نفس الشيء بالنسبه للحريري، والحريري ذاك الوقت هو رئيس حكومه وفي مؤتمر قمة عربية ويهجي بالعربية بلاد اللي يجي بلاد فؤاد فرام البستاني، بلاد بخير نعيمة، بلاد عمر الفاروق، بلاد اللي طور اللغة العربية في القرن العشرين، اللي هو اللي قال أعطيني ناية وغني جبران خليل جبران، جبران خليل جبران وما أدراك، لما تقرأ الشعر متاعه تجلي كلام فوق طاقة الإنسان في الشعر وفي النثر.
عطات انسان ضعيف جدا وبالتالي بيدك. السعوديين اليوم في حاله حرب ساباس وساكاس. السعوديين دخلوا حرب ودخلوا حروب وقاعدين يخسروا فيها الواحدة تلو الأخرى، والفلوس قاعدة تنقص، والأمير هذا حب يعمل مشروع عام 2030 هذا محمد بن سلمان، والبترول قاعد ينضب، ورجعوا في المدة الأخيرة هبطلوا كل البترول ورجعوا للريزيرف نتاعهم. صحيح أول بلاد مصدر البترول، لكن حتى بالنسبة للأمريكان، الأمريكان عندهم الغاز دوشيست وعندهم البترول. بالنسبة لهم الشرق الأوسط بعد يهم كان من بوينت دو فيو استراتيجيك، يعني كما دييغو غارسيا كما السعودية ولا قطر ولا غيره ينجم يهز قاعدته في أي وقت، علما أن الطائرات تنفذها في ظرف دقائق تعبر قوى معناها ديزون ديزاريون في خطيف تعبر المحيطات مش حتى البحار، الطيارة تنجم تجيك من صقلية التونس دقائق همني يمشي للجزائر ولا المالي في 15 دقيقة يعملوا اللي يحبوا، والأجواء مسيبة لهم هم. اليوم العائلة السعودية في حالة حرب ضروس داخلية، وهذه الحرب ممكن وأنها تؤدي إلى انقلاب داخل المنظومة السعودية والمنظومة الحكم ومنظومة كذلك البروسيسوس دو ليجيتيماسيون. تعرف أكبر جنرال في التاريخ في القرن العشرين يعني بعد حنا بعد هرجياب، يعني تعرف حنا بعد القاعدة تدرس نظريته حتى بداية الحرب العالمية الأولى، سميت لو بلون جينيرال دو تول تون. في القرن العشرين جاه واحد اسمه جياب. جياب هذا هو اللي تصفوا به التراب الفرنسيس في دم بيفو، وهو اللي دقق الأمريكان. نهار أنا شفت انترفيو عملها له صحافي كبير اسمه أوري تولان. صحافي هذا الكبير قال له بالله يا سي مون جينيرال، قال له إيه؟ علم أنه هو أستاذ تاريخ وكان يقرا في فرنسا، سانكسلون فرانكوفون وبالفرنساوية الانترفيو، تمشي لفرنسا في بابول تلقى ولا تدخل حاجة جوجل تو حط أوري تولان جياب روح. قال له بربي أنت عملت أون أوفونسيف. ايش هو الاوفنسيف دو تيت؟ هم عندهم راس العام كيما عندنا راس العام الهجري احنا ولا راس العام العجمي، عندهم راس العام الفيتنامي اسمه لو تيت. قالوا عملت اوفنسيف خسرت فيها 3000 جندي، خلصت الشوارع تقول انت وصلنا انت وصلنا. جاوبوا جياب قالوا لي فيغي دون فخوي، قالوا اول مره يموتوا ناس في الكامبوس امريكان، والمظاهرات ولات في واشنطن ولات في بيركلي يونيفرسيتي ولات في ييل يونيفرسيتي، قالوا الحرب في قلب العدو وانتهت امريكا من اللي داروا على بعضهم على قضيه هذيك، وخاصه انك الصوره نتاع الجنرال اللي قتل واحد فيتنامي من الفيت كونغ وصوروها في التلفزيون وصورها صحافي مازال حي وخليت مقال مؤخرا على الصوره هذيك حتى كرتوشه في مخه وقضى عليه، ووقتها قامت هكاك. هذا السايل السعوديه اليوم، السعوديه اللي سلها كيما الاوفنسيف الامريكان بعد الاوفنسيف دخلوا اليمن ويعتبروا اليمن المنطقة الرخوة، يا أخي كلاو تريحة في اليمن، يا أخي أنت إسرائيل أكبر جيوش خفت منها تاريخيا شنية؟ العراق ومصر، وهذا معروف تاريخيا، بلاد المغرب ووادي النيل وبلاد الشام هذه أخطر مناطق تاريخيا، يعني حتى في الغزوات الصليبية خيمة جات غزوة صليبية لتونس وكلا فيها تريحة ومات سانوي هنا في شهرين مات، فهمتني؟ إسرائيل شنية أكثر دولة اعتبرتها رخوة واعتبرتها تنجم تتعداها وقت تحب؟ هي لبنان 10452 كيلومتر مربع وتدخل فيها كما تحب. اكبر هزيمه منيت بها اسرائيل في تاريخها، ما نجموش عام 2006 ما نجموش يقدموا امتار عديده في بوابه فاطمه وفي حوله وفي صدقين وفي الخيام وفي معناها العنقوب وفي صيدا وفي سور وجهه نهر الليطاني ونهر الكلب ونهر الزهراني، كلها تريح الكبرى. دائما هذاك في التاريخ اللي تعتبره ضعيف هو اللي يعطيك. كيما لو بلو كرون جيسي جامس كون قتل واحد يشرب معاه في القهوه، ما نجبوش لا شلطه لا واحد لا بندي، واحد يشرب معاه في القهوه قتلوا. ديما الضعف الضعيف الاخو هذيك التاريخ، داوود وجالوت هذاك قوه التاريخ. سيدنا صلى الله عليه وسلم لما مات ثم 100,000 مسلم على مليونين عربي، لما ثم مشى سعد بن ابي وقاص وقابل يزدجرد الثالث ملك كان يحكم وقتها في المدائن اللي هي ستيزفون اللي هي بحث بغداد، لانه يعني بغداد اسوها المسلمين وما بحثها ثم مدينه مشيت لها العام اللي فات في اكتوبر، فهمني كما الشهر اللي فات مشيت لها. هذايا يزد جلد الثالث قال لهم انتوما العرب اللي تاكلوا في الوزغه تجي تقول لي اسلم تاسلم، مشى له وقت سيدنا عمر بن الخطاب، من اشرفكم؟ قالوا له هذاك، قالوا هذا كيس التراب وتخرج به من الارض نتاعي، اهانه ليك وجماعتك. هو ماشي جا وجماعه قالوا له باش نفكولك الارض نتاعك، صارت معركه القادسيه. كلات ريحه يزد جلد الثالث ما ثماش، بعث رسالة لشكون؟ إلى إمبراطور الصين، قال له تعاوني لأنه القانون والعرف يطالب الملك يقف مع الملك والإمبراطور يقف مع الإمبراطور. هو نفسه استجوب الناس اللي بعثهم له، قال احكي لي على العرب، قالوا له نحبوا الجار وعندهم دين يقول هكا. رجع له رسالة قال له نبعث لك جيش أول قدامه وآخر عندي، لكن مش باش تذبحوهم الناس هذو، لو أرادوا الجبال لحركوها، لأنه كانت المنظومة القيمية نتاع الإسلام الصعد وقت سيدنا عمر بن أبو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب واللي فتح
أرض السواد أو العراق وافتح كذلك مصر وافتح سوريا كانت أقوى. اليوم في المنظومة القيمية السعودية أغنى بلاد في العالم في المنظومة القيمية هي آخر بلاد في العالم. حتى أنه مسلمين يقول لك ما عادش نحج سيدي أنا مش حاجة للعالم المالكة مش هتيو فلوسهم للصهاينة يحاربونا بهم. هذا اللي قاعد يقع. دونك اليوم العائلة المالكة في معناها شفت هتلر في الأخر ولا أولاد صغار عمرهم 13 سنة يحاربوا ils sont en train de racler les fonds tiroirs اللي عندهم. لأن السعودية الآن لو خسرت هذه المعركة ستخسر الحرب كلها وسيتغير النظام السعودي وزيد دونالد ترامب ماكلهم. عندهم حكاية اليمن عندهم حكاية المصاريف عندهم حكاية الدواعش اللي بعثوه بهوبا كذلك لسوريا والعراق اللي راجعين لهم بشكل كبير. عندهم منظومة متاع مجتمع مازال في عقليته واحد معناها في الاقطاع الفكري وفي الوهابيه. وشفت وقت اللي سمحوا الملاعب باش تضرب بها بالسوق الكهرباء عملوا لها الانشاج على قناه التاريخ. دونك اليوم المنظومه السعوديه اليوم في تقهقر كبير وكما زاد منظومه ايران اللي ماهيش في قوه الكلهم في تقهقر. شوف لا فيولونس سي اون باثولوجي دو لا كولتور. اقوى الدول في العالم ما تلجا للعنف الا بصفه استثنائيه اما عندها نظام يعاود ينتج نظامها اللي يسميهم نيكوس بولونزاس ولا جرامشي لي زاباري ايديولوجيك ديتا. وقت الدوله توصل لو كاري نتاع العنف هي رجعت لو كاري الاول نتاع الانسان كان كي قبل الانسان يقتلوا ولا يذبحوا. شخلا فرويد قال اول انسان سب انسان كانت حركه حضاريه خاطر فرويد يقتلوا قالوا يا جار ولا يا بعيده يا اغيول يا بهيم الحشيك ولا غيره. دونك اليوم السعوديه في اللحظات الاخيره نتاع عائله ال سعود وفيها ممكن الناس يحبوا غيروا الامور. هل ينجح محمد بن سلمان ولا لا؟ والحريري ما هو الا بيدق في رقعه كبيره واللي فيها الناس كل خاسرين. الكلمه ليك